من جديد نرحب بكم مشاهدينا في دبليو ليت شو، ونرحب بكل اللي انضم لنا اخيرا. حنبدا محليا بحفره. حفره هي حمله تطوعيه دايرينها مجموعه من الشباب، تطوعوا باش يرموا الحفر والتصدعات اللي موجوده في طرق وشوارع، وتسبب طبعا في مشاكل واجده للناس اثناء مرورهم. شباب هذوما تنادوا من خلال المجموعه هذه وجمعوا تبرعات، وطبعا دعم من بعض الاشخاص وشركات ومؤسسات ورجال اعمال، وداروا شعار اللي هو هاشتاج حمله، وفتحوا صفحه على الفيسبوك عشان الوصول لاكبر قدر ممكن من الناس ومن الدعم والتبرعات، وتم تسميتها باسم حفره. خلونا نشوفوا نشاط الشباب. نحيي الشباب. شباب شنو رايكم؟ بادرة ممتازة جدا، ونهنيهم يعني مجهود ذاتي وشخصي، نهنيهم. شكرا حمد. شكرا. وبصراحة فكونا منهم. أنا مرة زقابت في حفرة أنا والقهوة والتليفون ورأسي في السقف بتاع السيارة بسبب الحفرة. تبرع لهم بحاجة، أنت أدعمهم، دير حتى شير، دير شير في الفيسبوك. قهوة قهوة. تحية لهالشباب، وتحية لكل من يحاول أنه يزرع شجرة أو يردم حفرة أو يدير أي حاجة من شأنها هي ترفع من مستوى المجتمع. طبعا الحملة عندها أهداف واجد، هي ترميم حفر لأن زي ما قلنا تؤذي المواطنين ومتعبة، يعني حتى عشان حماية السيارات من هالحفر. هي لقطة من الشباب. فطبعا وطبعا بيحاولوا أنهم يرسخوا عملية الأعمال التطوعية، وأن الإنسان يكون عنده كيف ما تقول نكران للذات تجاه المكان اللي عايش فيه، يبدأ بنفسه زي ما حاجة. نعم. كيفك. نعم. وتعزيز طبعا الوعي بالمشاركة المجتمعية، وكل الأمور هذه طبعا متضمنة من ضمن أهداف حفرة. وتحية لهم. جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا الخيرية، جميل بك أن نحن نشوف الفئة هذه من الناس أن حد يهتم بها، يعني زي متلازمة داون وغيرها من يعني الأمراض أو غيرها من المتلازمات. طبعا يعطوا فيهم في جهد كبير. مجموعة الشباب هذه دائرة جمعية، دائرة تدريب موسيقي، دائرة رياضة، عندهم مشاركات من قبل كانت في بطولة العالم للألعاب الخاصة، وروحوا بعدد كبير من الميداليات الذهبية والفضية، وحاليا هم عندهم مشاركة في أبو ظبي برضو في الأولمبياد الخاص. نتمنى لهم التوفيق، وعطوا فعلا صورة مشرفة على كيف يكون نوعية التعامل أو كيفية التعامل مع هالفئة من الناس. خلينا نشوف فيديو أثناء تدريبات. وحاجة ترفع معنويات الفئة هذه من الناس، لأن للأسف يعني مش متسلط عليها الضوء. أنا الفيديو هذا فرحت، حاجة تفرح بجد، تعطيك يعني شعور طاقة إيجابية. في ناس مهتمة بفئة معينة مهضوم حقها ما بين المجتمع، لكن توا بالفيديو هذا عرفت أن أمور الحمد لله ماشية ماشية. مواهب إن شاء الله حيطلعوا الشباب. قلت لك قلت واحد عنده حساس يبدل. بس شدني بتاع الحملة ثقال وزن. الله عليه. شايل وزن كبير. شايل وزن. برضو تحية لجمعية أصدقاء المعاقين، اللي أنا شخصيا يعني نحب نسميهم ذوي القدرات الخاصة، لأن فعلا هم ذوي القدرات الخاصة. صحيت. تسمية ممتازة. مزبوط. صحيت يا زوير. من ذوي القدرات الخاصة ليبوتكس. ليبوتكس هو عبارة عن فريق مكون من مجموعة من الشباب تراوح أعمارهم ما بين 14-18 سنة. يغلب عليهم طابع الحماس وحب العمل والتعاون والتعلم. أهدافهم يا حمد
غير محدودة، عندهم أهداف واجد. طبعا كيف ما هم قالوا إن من أهمها هو التمكن، أو إن هم يواكبوا العالم بكل ما يخص التكنولوجيا، وطبعا النهوض باسم ليبيا عربيا وعالميا عن طريق شنو؟ المشاركة في المسابقات العالمية. وزي ما قالوا في صفحتهم الرسمية شباب إن فلسفتهم كفريق هي تعليم الناس اللي ما عندهمش خبرة في مجال صناعة الروبوتات. وطبعا كان عندهم مشاركة الفريق في تصفيات بطولة العالم للروبوتات، وكانت البطولة في إقليم البوسفور في تركيا، وفعلا قدر فريقهم إنه يتأهل للنهائيات، لكن خلال البلاي أوف ماتشز خسر الفريق وما قدرش إنه يوصل للمباشر أو الوصول المباشر لبطولة العالم السنة هذه. خلينا نشوفوا ليبوتكس. أنا عن نفسي يعني كل الفيديوهات اللي شفناها حاجات نفتخروا بها ومعتزين بها، لكن الشباب جدا أنا مفتخر بيكم. موضوع الروبوتات ومشاركة مع يعني أبطال عالم أو مشاركة مع فئات أخرى عندهم الإمكانيات وعندهم الخبرة وعندهم كل يعني المادة باش هم يصموا الروبوت هذا. روبوت كان شكله لطيف والشباب أبدعوا بصراحة يا حمد. طبعا طبعا، وأنا طبعا في حد نعرفه منهم والله نسيت اسمه، بس هم راهو امكانياتهم ضعيفه، راه مش بس واصلين ان هم ها يعني كان لو كان عندهم امكانيات في حد يدعم فيهم حيقدوا ان شاء الله افضل منك يوصلوا حتى النهائي يعني ان شاء الله. شنو يا هوبا؟ انا والله برضو الفيديو هذا فرحني حقيت يعني التفاؤل ان شاء الله اليوم وغادي ما فيش الا التفاؤل، مش حنسلط الضوء الا على الحاجه المضيئه البارزه اللي تعطي في تفاؤل. انا لما حكيت الفئه هذه من شباب معناها قلت الفضاء ما زلنا سنتين وحنقعدوا في الفضاء ان شاء الله باذن الله. بس خلينا نفكروا الاول بعدين نفكروا في الفضاء. لا بس انا فرحان جدا ان يعني ناس عندنا ليبيين يصنعوا في روبوتات وفئه شابه، جميل جدا. تحيه لكم في المسابقات القادمه ان شاء الله توصلوا لين تشوفوا. تسمعوا في ابو عبعاب يا شباب؟ كل الناس تحب ابو عبعاب. نحب ابو عبعاب حشيشتي، لكن انك انت تسمع ابو عبعاب من توم اند جيري غريب شوي. شوفوا مع بعض. قد تاريدي من حشم، قد تاريدي ما عاد لي ما عاد شي بيدي، قد تاريدي ما عاد لي ما عاد شي بيدي، قد مطرح ما تودي يا المرايب. مسيلة في الجو توم اللبسينج اخرى انت شوف خربيش حتى القطار اللي دار الفيديو هذا نحييه تحية كبيرة. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين لكم. موسيقى